بدأت الحلم ان انا اعمل عالميا ان شاء الله، يعني ان احنا نوصل اللي احنا عايزينه. ففي تجربه يعني هي خلصت كتابه دلوقتي وفي مناقشات عليها، يعني هي ما بيننا وما بين اليونان، تمام. فحتى هم بعتوا لنا هو حاجه كده ايه، هي كوميدي يعني الفراعنه. عشان دينا تخش، دينا تخشي بتحطي العيش هناك، ترجعي تاني عشان تجيبي حاجه. الدكتور بيبص.